السلام عليكم، معكم أسدين مسلمة. مرحبا بكم في فيديو جديد، واللي هاد المرة غادي نشوف فيه كاميرا من الكاميرات ديال كانون، واللي هي من لاكام صحابين لي صحابين الفيديوهات ديال اليوتيوب، صحابين الفوكاس، صحابين لي فواياج. بطبيعة الحال هما كيحتاجوا لهاد الكاميرا هادي، واللي هي جي 5 اكس. بطبيعة الحال ما كتقلبوش على هاد الكاميرا هادي، ما كتسمعوش عليها بزاف. هي من لاكام، بطبيعة الحال من دوك النوع ديال الكاميرات اللي كيخدموا بهم الناس في يوتيوب. صغيرة، دار في البوش تسالى بها. اللي نتوما كتعرفوا بزاف هو جي 7 اكس، جي 7 اكس مارك 2، جي 7 اكس مارك 3، ولكن هذه ما كتقلبوش عليها، ما كتعرفوهاش بزاف، بويسكو ما موجوداش في السوق بزاف. بطبيعة الحال كانون مخرجة واحد يمكن 5 ديال لي ريفيرونس، جي 1 اكس، جي 3 اكس، جي 5 اكس، وجي 7 اكس، جي 7 اكس وجي 9 اكس، هادو كاملين موجودين في السوق. وبطبيعة الحال الاشكال والاحجام ديالهم كيختلفوا من ريفيرونس لريفيرونس. هذه خرجتها كانون في اكتوبر 2015، دارت فيها وزن ديال 377 غرام، فايته رابعه بواحد شي شويه، خفيفه بطبيعة الحال. دارت فيها لا فوتو 20 ميجا بيكسل. لوبجيكتيف اللي دارت فيه فهو كيبدا من 8 مليمتر حتى ل 36 مليمتر، سكي في لونغل كبير، يعني فلوغي بها مرتاح. ليكرون ديالها ماشي بحال جي 7 اكس كيطلع للفوق، هادي ليكرون ديالها تيدور للشن، هادي بحال الشكل ديال جي 1 اكس مارك 2 مارك 3، اولا واقيلا جي 3 اكس هي كيدور ليكرون ديالها هنا. زايدين فيها فيزور الكترونيك، سكي في الا درتي عينك كتفى ليكرون كتخدم بالفيزور. كاينين اللي كيبغيو يكادريو بالفيزور ويصوروا بحال الشكل ديال لي كاميرا بروفيسيونيل. زايدين فيها سيبور الا بغيتي تزيد فلاش بروفيسيونيل، بطبيعة الحال هي فيها الفلاش ديالها انتيغري صغيور هنايا، و بيان سور فيها الا بغيتي تزيد فلاش بلو بروفيسيونيل، اولا بيان سور دير طوش بوغ لا فيديو. بالنسبة للميكرو فهي ما فيهاش ميكرو، الا بغيتي تبدل الميكرو ديالها انتيغري اللي تيكون فهو هو اللي كاين، ما عندكش بحالها بحال الشكل ديال جي 7 اكس و جي 7 اكس مارك 2، ما فيهاش لون بلاسمون الا بغيتي تزيد ميكرو. مي الا بغيتي تخدم ميكرو من غير هذا اللي انتيغري فيها فخاصك تسيباري الصوت على الصورة، دير انفوجيستخوغ دو سون، كتسجل الصوت بوحدو وبها كتسجل الصورة. بالنسبة لا فيديو فهي فول اتش دي 60 اف بي اس، بطبيعة الحال الا تفلوغي بها كاع صحابين الفلوغ تيبغيو يديرو لي زيفي سينيماتيك، تيبغيو يديرو سلو موشن، فبإمكانك ديرها بويسكو فيها 60 اف بي اس في لا فيديو. فيها الواي فاي، فيها لي ان اف سي بوغ الا بغيتي تكونيكتي الكاميرا ديالك مع شي تيليفون او لا طابليت او لا بي سي سون فيل، و تمانيبولي فيها سون فيل. فيها بطبيعة الحال جي بي اس الا بغيتي تلوكاليزي التصاور ديالك فين خديتيهم، بحال اللي كاين في التليفون. دابا حاليا الا يمكنلكش تاكتيفي جي بي اس ديالك في التليفون، كتمشي تصور شي تصويره شي بلاصه، ملي كتدخل لي بارامتر كتعرف راسك البلاصه فين صورتي دوك التصاور، كيت اونغوجيستراو مع لي بارامتر ديال لا فوتو. ليكرون ديالها كيف ما قلت لكم تي بي فوتي للجنب ماشي للفوق، تاكشيل. بالنسبه لكارت ميموار فهي كتخدم بالكارت ميموار اس دي، كيف ما كنقول لكم ديما هاد لي كارت ميموار اس دي فهما موجودين بارتو ورخاص ما غاليينش، غير هو ملي كتبغي تخدم باغ اكزومبل لونغوجيسترمون كبير فخاصك تاخذ كارت ميموار اللي لونغوجيسترمون ديالها كبير. الا دير باغ اكزومبل فول اتش دي 60 اف بي اس فخاص خاصك دير كارت ميموار اللي لونغوجيسترمون ديالها لا فيتيس ديال لونغوجيسترمون كبيره باش يتقد تدخل سيبورتي داك كاع داك لي دوني اللي تيدخلوا عندها في دقه واحده. فوالا هادشي اللي كاين. بالنسبه للثمن فكالعاده غادي نخلي لكم لي كونتاكت ديالي في ديسكريبسيون، انستغرام، واتساب وفيسبوك، اللي بغى يتشاور معايا سواء على الثمن او على حاجه اخرى مرحبا بكم. خليوا لي لي كومونتير فيهم لي استفسارات والتساؤلات، بطبيعه الحال شنو تبغيو تشوفوا في الفيديوهات اللي قادمه. كان معكم عز الدين سليمان، كنشكركم على حسن المتابعه، ونتشوفوا في الفيديو القادم واللي غادي يكون في اقرب وقت، والسلام عليكم.